راديو الأهرام يقدم أول مشهد مع وسام أبو العطا. أهلا بكم أعزائي المستمعين، معكم وسام أبو العطا على راديو الأهرام وبرنامج أول مشهد، وكل عام وأنتم بخير. في سنة 1977 قدم لنا المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد تجربة سينمائية فريدة من نوعها من خلال مشروعه السينمائي فيلم الرسالة. فيلم الرسالة زي ما شفناه كلنا وحافظينه كان بيتكلم وبيقدم المحتوى المعروف عن قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والدعوة الإسلامية، لكن الحقيقة الجديد في هذا المشروع انه قدم الفيلم على نسختين، نسخة امريكاني بممثلين امريكان كلهم نجوم هوليود الكبار، ونسخة بالعربي لممثلين مصريين وعرب برضو من نجوم العالم العربي. وكان الموضوع شيق جدا، يعني الممثلين الأمريكان لابسين نفس اللبس مع الممثلين العرب وفي نفس اللوكيشن وفي نفس الأماكن، الأمريكان يصوروا ويخلصوا يخش بعديهم الممثلين العرب والمصريين يصوروا وهكذا. وكانت أهم شخصية درامية في هذا الفيلم كانت شخصية سيدنا حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، والحقيقة تصدى لتجسيد هذه الشخصية اثنين من عمالقة التمثيل السينمائي. في النسخة المصرية أو العربية كان البطل اللي قدم هذه الشخصية هو الفنان الكبير الراحل عبد الله غيث، وفي النسخة الأمريكاني قدمها الفنان الكبير أنتوني كوين عملاق هوليود. وزي ما قلت جرت العادة انه الامريكان كانوا بيصوروا الاول وبعدين يخشوا بعديهم الممثلين العرب، لكن في اول مشهد لشخصية حمزة في الفيلم واللي كان موجود في جدول التصوير كان مشهد لحوار بين سيدنا حمزة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان المفروض ان الممثل بيبص للكاميرا وكأنه بيكلم سيدنا الرسول. الحقيقة انه عبدالله غيث وهو بيجهز لهذا المشهد وبيعمل مكياج وبيلبس فوجئ بالمساعد الخاص بالفنان أنتوني كوين بيقول له انه أنتوني كوين عاوز يقابله قبل التصوير، فراح له عبدالله غيث وفوجئ ان أنتوني كوين بيطلب منه انه يؤدي المشهد قبلي، يعني هيكسر القاعدة هيخلي عبدالله غيث يؤدي المشهد الأول وبعدين هو يؤدي المشهد بعدي. ولما سأله عبدالله غيث عن السبب قال له أنت ممثل مصري مسلم عربي أكيد مشاعرك هتبقى صادقة أثناء تصوير هذا المشهد اللي أنت بتكلم فيه النبي الكريم، وأنا كممثل أمريكاني عايز أشوفك بتقدم مشهد إزاي عشان أحاول أوصل لنفس إحساسك أثناء التمثيل. عبدالله غيث في أحد الحوارات قال إنه ارتبك جدا بعد هذا الكلام لأنه كان بيحب أنتوني كوين جدا وكان بيعتبره عملاق المسرح، فكونه يمثل قدامه وقبليه فده كان امتحان صعب، لكن اللي حسم الأمر جواه إنه فكر مع نفسه اللحظات وقال لك الله أنا مسلم وصاحب هذه الرسالة حقيقة، يبقى أنا الأقدر فعلا أني أدي هذا المشهد في الأول. وبالفعل دارت الكاميرا وأدى الفنان عبدالله غيث مشهد من أجمل المشاهد وكأنه بيتحاور مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي لحظة معينة في المشهد كان في نظرة كلها حنية واحترام وإجلال من عبدالله غيث للرسول الكريم.
فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة. عذرا عذرا إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله. المشهد ده الحقيقة أثر جدا في أنتوني كوين، وخلى أنتوني كوين محتار إزاي يوصل لهذه الدرجة من الإحساس. لكنه باحترافية الممثل طلب من المساعد بتاعه، وبالصدفة هو كان معاه عيلته في المغرب وهما بيصوروا هذه المشاهد، فطلب من المساعد بتاعه انه يجيب له ابنه الصغير. ابنه ده كان لسه مولود وكان بيحبه جدا يعني. فلما سأله مصطفى العقاد عن يعني هذا الطلب، قال له ابدا انا عايز ابني يقعد قدام الكاميرا جنب الكاميرا كده وكأني ببص للرسول الكريم، وعايز اوصل لإحساس عبد الله غيث من خلال نظرة الابن ده اللي انا بحبه يعني. فطبعا جابوا له ابنه وقعد قدام الكاميرا او جنبها بالظبط، وبدأ أنتوني كوين يأدي المشهد، ومن فرط حبه ونظراته لابنه قدر يوصل بالفعل لنفس درجة الإحساس اللي وصل لها عبد الله غيث، وكأنه فعلا مسلم وعربي. الحقيقة انه بعد هذا المشهد وطول فترة تصوير الفيلم كان دايما أنتوني كوين، واصبحت قاعدة، ما يأديش دوره الا بعد ما يأديه الفنان عبد الله غيث. وبعد ما انتهى الفيلم يعني نشأت صداقة قوية جدا بين عبد الله غيث وأنتوني كوين، لدرجة انه في سنة 1981 يعني بعد حوالي 4 سنين، وبعد ما تم تصوير فيلم عمر المختار بطولة أنتوني كوين وبرضو إخراج مصطفى العقاد، لما حب مصطفى العقاد أنه يعمل دوبلاج باللغة العربية للفيلم، طلب أنتوني كوين أن اللي يؤدي صوته هو فنان واحد فقط، هو الفنان عبد الله غيث. انتهت حلقتنا النهاردة، كان معاكم مسام أبو العطا، أول مشهد راديو الأهرام. أول مشهد مع وسام أبو العطا.